إذا على بركة الله مشاهدينا وفياء مشاهدين شوف تي في فينما كنتم مرحبا بكم معنا في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في منطقة التوحيد يعني فتنا تقريبا قربنا للطريق ديال دار بوعزة وديك المناطق. على العموم كتذكروا معايا واحد المثل مغربي ديما كنقولوه على شي حاجه اللي كتكون مثلا مزوقه من برا، فهمتي؟ كنقولوا المزوق من برا اش اخبارك من الداخل. يعني شوفوا معايا هاد الاشغال اللي كاينه هنا وشوفوا معايا الصوره اللي عطيتكم قبيله، يعني الصوره اللي شدينا قبيله ديال الفجر، حيت حنا راه هودنا غير لتحت. ها الفجر فين بقى هبطنا لتحت للشارع. هبطنا للشارع علاش هبطنا؟ هبطنا على مساله وحده غير باش نبينوا بانه كنديروا دائما كما كنقول لكم حاشاكم العقل فوق الخنونة او المزوق من برا اش اخباركم من الداخل. ها انتم كتشوفوا معي دابا حاليا يا دابا اشغال كاينه هنا على طريق الباصواي. ها انتم شوفوا ودابا هنا الطريق كي دايره. علاش دابا الطريق مصوبه بهذا الشكل هذا؟ لان هذه واجهه، هذه واجهه، واجهه غيدوزو منها مسؤولين، يقدر يدوز منها موكب ملكي يعني في شي زياره مثلا لمدينه الدار البيضاء لسيدنا الله ينصرو. العديد من الامور اللي كيديروا لها حساب ديال هاد المسؤولين هنا ديال هاد المجلس الجماعي ديال دار بوعزة. وباش نكونوا صريحين اكثر، ماشي فقط هنا كيف ما قلنا، هذه ديما كتكون عندنا الواجهه كتكون مزوقه، الواجهه كتكون مزوقه، ولكن الداخل كيف ما شفتوا معايا مباشره من وراء هاد الحيوط هادو راك شفتوا الكوارث اللي عطيناكم واللي شفتوها. بالاضافه هاد الشيء هذا اللي كنتكلموا عليه، هانتوما دابا حنا هذه راه جرده، هي هادي راه جردة، هادي راه جردة، هادي جردة يعني البولات فيها ما خداميش. حيدوا عليا هاد البولات دابا ديال الشارع كيف ما قلنا، هادي راه بولات ديال الشارع. هادو شوفوا الشارع مضوي، شوف حتى الخيال هنا كيبان، او شي الخيال ديالي كيبان، ولكن هانتوما شوفوا معايا هاد البولات هادو. انا ندور معكم على البولات كاملين واش خدامين. هانتوما انت هاي انتوما شتيهم نمشيو بحال هكا. انت ياك خليني هادو هنا ياك نمشيو هنا. انت هي كلهم ظلمة هما بولات اخرين باش ما يقولش عاوتاني ورينا هادو كنيت. شتيهم الاخرين شتيهم كلهم شوف الصف كله بولات ما شاعلينش ما خدامينش. وكيف ما قلنا علاش؟ حيت هادو جاو بعاد من الشانطي، جاو بعاد من الشانطي ومدرقين كيف ما كنقولوا بهاد البولات ديال الشارع. يعني اللي دايز مثلا غير باساجي من هنا ما غينتبهش لهاد المساله هادي، ولكن الساكنه اللي كتسكن هنا وليداتها هاد الفضاءات الخضراء، لان هادي فضاءات خضراء، هذه مديوره فضاءات خضراء لهاد الساكنه هنا على حساب وليداتها مثلا فين يخرجوا، واحد المتنفس ديالهم كما كنقول فين يلعبوا. يعني هاد الناس هادو ما محترمين لا بشر ولا حجر ولا حاجه، ما كاين لا احترام لا والو. والله الحاله كتوريكم هي هادي. انت شي هاد الطريق كامله شي يكون مثلا ما خصش تمشي مثلا انتيردي، حيت هاد الطريق كتجيب، هاد الطريق كتجيب، وانا الموتور هو حاطه هنا، شتي ها هو الموتور حاطه هنا. يعني ما عندي ما يمكنش ليا غنجي في هاد الطريق هادي باش نوريكم هاد الكارثه. اما شي كون مشيت مع هاد الكوار هذا مع هاد الكوطي هذا غادي نوريكم كوارث. هانتوما ياك شتو وريتكم هاد البوله اللي هنا، هاي باش ما نقولوش رجعنا لهاديك. انت هادي اللي وريتكم دابا، هاي وريتكم هادي، هاد البوله هادي. عمار
عمار الجبلي. خويا في طريق التوحيد اخويا انت وريتكم هذيك وهذه. شكرا لك خويا على التفاعل. شتوم انتم انا هنا انا غادي نزومي لكم واحد البولات اخرين. ها هما هنايا. هما شوفوا معايا شوفوا معايا البولات واش خدامين انتم. شتوم ياك شتوم بعدا ياك ما زدناش حاجه من راسنا حنا. شتوم يعني كنقول لكم هذا الصف كامل ونتحداهم هاد المسؤولين هنا نتحداهم يجيبوا لينا هاد في هاد حاليا خلي على ملي مثلا غنديروا هاد المباشر ويجوا من ورانا يصوبوا ويقول لك لا حنا ها هو راه شاعلين. لا دابا حاليا هاد الساعه اللي كنتكلموا فيها وهذه قلت لك الا تحركوا وخدموا اما راه لا حياه لمن تنادي لانه شكون اللي كيسمعك؟ كيسمعك شي واحد اللي ضميره حي شي واحد اللي ضميره حي ماشي شي واحد اللي ميت. اذا قلت بانه هاد الناس كيديروا العكر فوق الخنونه بهذا المعنى وسمحوا لي على هذه العباره هذه كنعتذر من المشاهدين ديالنا ولكن راه اقرب عباره اللي يمكن تنطبق على هاد الناس هادو وهي هذه لانه لاحظوا معايا كما قلت لكم الشارع مديور على حساب الواجهه لانه اكيد عارفين بانه مشروع جاي كبير اللي هو مشروع الباصواي. ها هو فين هو؟ هو الاماكن ديال يعني التقطاع ديال التذاكر وداك شايفين هيا عارفين بانه مشروع كبير اكيد غادي يتم التشتين ديالو غادي يجيو مسؤولين لهذا فما يمكنش وما يقدروش. اباش قلنا حنا ومرات اخرى غنعتذر على هذا الاسلوب حنا كامولين حنا فينا بعض الناس باش ما نظلموش ناس اخرين لانهم كيتحركوا بضمير ديالهم بالضمير ديالهم ما كيحركوا حتى شي حاجه من غير الضمير ديالهم. بعض الناس بعض المسؤولين كامولين الا ما تحكوا ما كيعطوش الريحه يعني ملي كتكون بحال هكا شي زياره ولا شي حاجه وعارفين بانه شي حاجه اللي مستقبلا جايه على العين محطوطه راه كيديروا كل ما في جهدهم باش يبينوا بان الامور راه بخير وعلى خير في حين انه الواقع شيء اخر بان ما بخير والو. وعطيناكم البنيه التحتيه ودابا حاليا كما قلت لكم كون عندي مثلا صراحه كون عندي مثلا شي درون ولا شي حاجه اللي انا كنتكلم معاكم صراحه كنت قانونيه نعطيكم انا كنتكلم معاكم ونعطيكم الصور باش تشوفوا هاد الكوارث ديال البنيه التحتيه اللي كاينه هنا في جماعه دار بوعزه. دائما البطوله ديال من هي ديال مجلس جماعه دار بوعزه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يدير شي تاو ويدير خير. اذا كما قلت لكم ها انتم كتشوفوا معايا دابا حاليا غادي يتم يعني ترصيف هاد المنطقه كامله غيتم الترصيف ديالها. لاحظوا خذوا الشكل ديالها غيتم الترصيف ديالها التبليط غيداروا جليج كما كنقولوا يا سلام 10 على 10 ولكن مخافيه كان اعظم او الداخل الله اللي كيعلم شنو كاين. اذا هذه الكلام اللي بغيت نقول انه هادشي كيضرب في الخاطر والله حنا كنتكلموا على هادشي هذا حيت كيبقى فينا الحال كنقولوا علاش مناطق اخرى وعلاش مدن اخرى علاش مدن اخرى تحيه لها ملي كتدخل ليها كتلقى كتحشم كما كنقولوا كيقول واحد المثل كيقول الدفل في كمك وما تدفلش حتى كم فلان لانه علاش بقوة ديك النظافه وداك النقل اللي كاين علاش مدينه الدار البيضاء علاش ولات مهمشه بهذا الشكل هذا وعلاش ولاو كيترأسونا وكيكونوا على راسنا مسؤولين فاشلين مسؤولين سياسيين فاشلين 100%. هذا هو السؤال. وحنا اكيد حنا الطرف في هذه المساله لاننا كنحطوا انسان غير مناسب وكنحطوه فوق كرسي وكيولي هو اللي كيسير الشأن العام ديالنا. اذا هذه النتائج كنتسناو نتائج كارثيه اكثر من هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه دابا حاليا. اذا مره اخرى كما قلنا هذا الشيء غير من باب الغيره كنتكلموا ما مسروطاش لنا انه مدينه الدار البيضاء تكون بهذا الشكل هذا. اذا حتى لهنا غادي نهاية البث المباشر على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر. تصبحون على واقع اجمل وما تمشوش بعيد اكيد احنا باقيين معكم خلال هذا الجوله بهذه المناطق هذه هنا. كما قلت مشينا للتوحيد مشينا للفجر طلعنا قبيله الرحمه مشينا يعني هبطنا للمدينه لتحت وكنتمنى كما قلت لكم بقاو معنا اكيد غادي نرجعوا لكم في مباشر اخر. الى اللقاء.